انتشرت صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا من بكى شوقا لرؤيتكم. صلوا الظهر، صلوا، صلوا من بكى شوقا على من بكى. مكتوب من؟ لا طبعا هذا كلام فاضي، هذا كلام لا، عليك بالصلاة الشرعية التي ورد فيها النص. لما جاء الصحابة رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وأما ما علم الله جل وعلا فإن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا صلى الله عليه وسلم، كما فهمها أهل العلم، وهي المنتشرة عند الصحابة رضي الله عنهم وعند أهل العلم دائما صلى الله عليه وسلم. بس أما صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم، هذا كلام الصوفية، كلام الصوفية يتركون ما ثبت نصه ويؤلفون أشياء يظنون أنها أقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا أقرب إلى الله مما شرع سبحانه وتعالى. يعني هذا من باب يعني تذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليست صيغة، وإنما يقول إن النبي بكى شوقا لرؤيتنا فنصلي عليه. صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا، لكن أنا ما أعرف إن النبي بكى صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: تمنيت لو رأيت إخواني. فقال له أصحاب: ألسنا إخوانك يا رسول؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. لكن لا أدري أنه بكى شوقا لرؤيتنا صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال إذا قال الإنسان يعني باب تحفيز الناس وتحريضهم على هذا الأمر، فيقول: الرسول يبكي لرؤيتكم شوقا لرؤيتكم، صلوا عليه. يعني هكذا باب تحفيز، ليست لفظا معينا يقولها دائما: صلى الله عليك يا من بكيت شوقا لرؤيتك، صلى الله عليك يا من، لا صلى الله عليه وسلم، أو تقول الصلاة الإبراهيمية، والله أعلم.